السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو مخالفتك؟ اجازه السوق ما عندي. اجازه السوق ما عندك، بعد عندك مخالفه؟ جيت طبقت ورا هاي السياره والطريق السايد الايمن. رحم الله والديك، بعد عندك مخالفه؟ هاي انا ما هاي ما تعرف بعد بعد سلامتك انت مخالفه؟ هذا هي سلامتك اهم شيء لك. عشيدك هسه بعيدا عن كل شيء سيدي، احنا غايتنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه بين سائقي المركبات واصحاب الدراجات، لا سامح الله في حال حصول حادث بسرعه يتاثر او مجرد سقوط بسيط لا سامح الله راح يعرضك لاصابه بالغه. صحيح. شنو سبب عدم التزامك وارتدائك اجراءات؟ والله الجو حار كلش ياثر، يعني من تلبس الخوذة اعرق تعرق. اي لكن انت من ما تلبس الخوذة شيء يعني الخوذة فيما يخص كان... هذا الموضوع وتواجدك الميداني بالشارع. احنا نلاحظ حالات كلش يعني هواي بخصوص سائقين الدراجات. نعم. خاصة من ناحية ارتداء الخوذة. نعم. او عدم ترقيم الدراجات او عدم حمل اجازة السوق. نعم. كلها تدخل ضمن المخالفات المرورية. نعم. احنا اول شيء من نحكي وياه نقول له خصوص الخوذة سلامته هو اولا مؤمنة. اكيد لان هو سائق دراجة، يعني لا سمح الله اذا تعرض لاي حادث او اي شيء صار قدامه وسقط من دراجته راح يتاثر تاثير مباشر خاصة منطقة الرأس. نعم. فاحنا ننصحه كسائق دراجة هو سواق الدراجات البقية يلتزمون بالتعليمات والقوانين المرورية من ارتداء وإجراءات السلامة، خاصة من ارتداء الخوذة، حمل المستمسكات كاملة من ناحية إجازة السوق، من ناحية السنوية، حتى ما تعرض نفسك لمساءلة قانونية. أخوي إحنا واجبنا هو خدمتكم وأكيد سلامتكم جدا مهمة، لكن هذا يتطلب تعاون، فاش تنصح نفسك؟ ان شاء الله بعد ناويك راح ارتدي الخوذه ان شاء الله اطلع اجازه ان شاء الله ان شاء الله. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه.